مدينة الرستان، 27/1/2014. السلام عليكم عمو. عليكم السلام. عمو فيك تحكي لنا شو عم تسوي هون؟ عم لقط حطب. ليش عمو عم تلقط حطب؟ مصوبي عشان نتدفى. عمو ليش ما في عندكم مازوت؟ ما في خالص. بين الله. طب عمو عم بصير عليكم قصف انتو على مدينة الرستان؟ ايه بصير كتير. طيب ليه عم بصير عليكم قصف؟ من بشار الاسود. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عمو شو بتوجه كلمة لبشار الأسد؟ كل نهار بيخطفونا. طيب شو بتوجه له كلمة؟ يعني شو بتقول لبشار الأسد؟ بصير أصلي عليه أمرك وقت بيضربه. تضربه؟ ليش بدك تضربه؟ لأنه كل نهار بيضرب علينا غزير. طيب بعين الله يا عمو. طيب يعطيك العافية. مدينة الرستان 7